مبدأ اتعلمته قوي من الانجيل ان ما اقبلش شتيمه بشتيمه. يعني بالمناسبه حضرتك ذكرتي ابو اسلام، موضوع ابو اسلام، ف انا بقى ما يعني ما اقبلش شتيمه بشتيمه، لكن اقبل الشتيمه بخير بعباره جميله. وفي مقوله كمان بتعجبني اعتقد لجبران خليل جبران، بيقول لو واجهت النار بالنار فمتى تنطفئ النيران. صحيح. يعني اواجه النار بالماء. فانا كتبت له رساله، قلت له بدموعي بغسل رجلي. ده الشعر ده موجه لابو اسلام، رساله خاصه لابو اسلام. بدموعي بغسل رجليك، مش ببكي عشان بتهني ولا بتهين ديني، ولا عشان بلغه العيون بنظراتك بتاذيني، ولا ببكي اعتقادا مني ان دموعي هتشفيني. دموعي مش نازله بطلب من مشاعري المجروحه، عشان بأسوأ في كلامك خليت المحبه مذلوله ومطروحه. انا احكي لك سبب دموعي في قصه عميقه ومعروفه، والقصه في الانجيل وفي قلبي محفوره ومشروحه. من سنين وانا فوق الجبل سمعت صوت سيد المسيح بينادي وبيقول من النهارده هنبدا عهد جديد يا ولادي، من النهارده هتحبوا اللي يعاديكم، من النهارده هتحسنوا للي بيكرهوكم، وهتدعوا للي بيسيئوا اليكم ويطردوكم. اوعى حد يقابل شتيمه بشتيمه او يقول على اللي هانه ان ملوش قيمه. حاول تشوف الخير في اللي بيأذيك، وتدور على الجمال في اللي بيعاديك. اللي يسيء اليك ابكي من اجله، ايا كان دينه او معتقده او شكله. عشان كده بدعي ليك وبدموعي هغسل رجليك، عشان انت يوم ما اتولدت كنت طفل طاهر والبراءة مالية عينيك. الشيطان هو اللي بشره بيخلق الفتنة، لكن انا هفضل احبك حتى لو لطمتني او وقعتلي درس او سنة، لحد ما البراءة ترجع قلبك وترجع المحبة ما بيننا. مش هلومك، مش هحاسبك، ربنا وحده اللي بيحاسب المخاليق. انا هغفر لك وهحبك وهصالحك وابكي لاجلك وعليك.